طبق التوجيهات الملكية في افتتاح البرلمان، وهو الربط ما بين الأحواض المائية. وانطلقنا في البرنامج الاستعجالي ديال الربط ما بين حوض ديال السبو وحوض ديال أبي رقرق. اللي يمكن لي نأكد لكم بأنه هذا البرنامج استاد مليار ديال الدرهم، انطلقت الأشغال ديالو في شهر دجنبير. اليوم يمكن لي نقول لكم بأن 99% ديال هذا البرنامج تنجز، وبأن إن شاء الله من هنا نهاية الصيف غتنطلق الأعمال ديال التحويل ديال المياه من سد ديال المنع ديال السبو الموجه إلى سد ديال سيدي محمد عبد الله. والفكرة هي أننا نمدوا الإمكانيات المائية الضرورية ما بين 300 مليون إلى 400 مليون متر مكعب سنويا غتجي من سد المنع السبو باش توصل سد أبي رقراق، وباش نضمنوا الماء السالح للشرب لساكنة ديال الجهة ديال أبي رقراق والرباط، وساكنات كذلك ديال الدار البيضاء، باش 12 مليون ديال المواطنات والمواطنين نضمنوا لهم كذلك أن يكون هنالك ضمانة لازمة كيفما كانت التغيرات المناخية، باش تكون الإمدادات المائية الضرورية في الماء السالح للشرب.